اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون،
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تخمس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من كربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا كانعا وفي جميع الأحوال متواضيا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاكته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء يقلت وكم من عثار وكيت وكم من مقروح دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد أملي
وحدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطاري يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي، وخالفت بعض أوامري، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتي. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاكي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي، يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمي وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك و
وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيئ من ربيت أو تعبد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه حرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مدعنا ما هكذا الظن بيك ولا أخبرن بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المقاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقفور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل عقوع المقارح فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وعن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوق. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضيجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاق طعم عذابها بمعصيتي، وخبس بين أتباكها بجرمه وجريرتي، وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك
أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متقرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل أملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الركيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبختمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا
حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وحبلي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أصرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمي في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأحصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، واجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن عجابتك، وأكلني أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم العجاب، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال.
فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة for all our مرحومين. محمد ولي ان شاء الله بسم الله صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذوا بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن والد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان لو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل
مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجواد يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite سورة الفاتحة for all مرحومين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير Brother Muhammad for the beautiful citation. We've got about 10 minutes to Adhan, so we will listen to Hadith al-Kisa inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا بتاه من الظرف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إلى وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا
قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا عمر إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا الله إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم الله بمع ولدك تحت الكساء. فأقبل عني نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت
تحت الكسار. فلما اجتمعنا جميعا تحت الكسار أخذ بي رسول الله بطرفي الكسار وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرد وطهرهم أطهير. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. It is time for Maghrib. Inshallah, we will give the adhan now. And immediately after adhan, we'll have a short break to perform our salah. And then Maulana Sheikh Ayyub will join us for today's, for tonight's lecture, inshallah. Brother Muhammad, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على محمد وآل محمد In sha Allah, we'll perform our salah, and Sheikh Ayub will join us in 10 minutes for tonight's lecture, inshallah. JazakAllah. Assalamu alaikum. Wa alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت
وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا عمر إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا الله إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لقائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي
قد أذنت لك فدخلت تحت الكسار. فلما اجتمعوا جميعا تحت الكسار أخذ بي رسول الله بطرفي الكسار وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرد وطهرهم أطهير. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسور. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على الأنبياء والمرسلين
wa ibadillahi salihin. Respected brothers and sisters, after salam, I send my greetings and felicitations to you on the wilada of Imam Ali al-Hadi al-Naqi, salamullahi alayhi. On this occasion, insha'Allah ta'ala, tonight, and of course our program, there is a slight change. We started after salah because of the time itself. And a few days from now, we will do our programs after salah because the time of Maghrib is shortening. So we are going to discuss about the life of Imam Al-Hadi alayhi salam and the lessons we learn from the life of this noble Imam alayhi salam. Looking at the life of Imam Ali Al-Hadi, we come to know that the father of Imam Al-Hadi is Imam Al-Jawad. Imam Al-Jawad alayhi salam is the Imam who lived in this world for the shortest period of a time. Compared to other Imams, he lived only for 25 years in this world. 25 years. He died when he was very young. Many of our brothers and sisters who are listening to this lecture tonight, they have crossed 25. But sometimes it's not the years which we live in this world, but it is the benefit we benefit people, mankind in this world, which is the most important thing. Someone may live for quite a long time, but when you look at the products or what he has produced to the world, then you come to know that it's nothing to be said. But someone may live for a short period of a time, and when you look at the benefits which people have benefited from his life, then you say, subhanallah. Imam Al-Jawad alayhi salam lived only for 25 years, but his imama was for 17 years. And that's great. He was young imam who produced a lot. And when we remember the life of Imam Al-Jawad, we see that it's full of knowledge, like other imams. But because he was given opportunity to defend Islam, madhab of Ahlul Bayt, from the courtyard of Ma'mun al-Abbasi, then you come to understand that that was great by itself. Imam Al-Hadi, as we know, he married a woman, not only that which was given to him by Ma'mun, the daughter of Ma'mun, but also he married a mother of Imam Al-Hadi, a woman who is known as Sumana al-Maghribiya. Lady Sumana al-Maghribiya, the title al-Maghribiya, she was from Africa. Maghrib today is Morocco. Maybe that area of Morocco and few surrounding countries, this lady, noble lady Sumana, came from there. And Lady Sumana, according to Imam Al-Hadi himself, he says that my mother, Ummi, my mother Sumana al-Maghribiya, she was arifa bihaqi. Arifa bihaqi. She was the one who knew about my right as the imam. Arifa bihaqi, subhanallah. This by itself, it gives us a lot to think. That imagine how many young men, sometimes they get opportunities in this world. We are not talking about akhirah, this world. Someone becomes, for example, a big boss of a big company. Sometimes the parents may not pay any attention to him. But if someone becomes, let's say, honored in terms of knowledge, and that is fantastic by itself. And if you see the mother and father support that particular son, then in it you see prosperous, you see success. Imam Al-Hadi says, my mother was one of those ladies who understood my right. She recognized that. That by itself is an honor to this lady, who not only that she was arifa, but also she was alima. She used to teach, she used to guide,
And she used to do a lot of good things. She was the wife of Imam Al-Jawad alayhi salam. Now, Imam Al-Hadi was born in Medina, but most of his life he spent it in Samarra in Iraq. And this is because the tyrant leader of that time, Al-Mutawakkil Al-Abbasi, he was the one who summoned Imam Al-Hadi to go to this area of Samarra. Samarra was that city which was a garrison city, the city of soldiers. When they wanted to go and fight outside the borders of Iraq, they used to go from that city of garrison, which was known as Samarra. Now, when you look at the titles of Imam Al-Hadi alayhi salam, you will come to know that some of these titles, they will give you the understanding that Imam Al-Hadi alayhi salam was known by the title. For example, Imam alayhi salam is known as An-Naqi. Naqi from Naqa, Naqa is cleanliness. Imam alayhi salam is known as An-Naqi because of purity. Naqa, purity, Imam alayhi salam is known by that. But also Imam Al-Hadi is known as Al-Alim, the scholar, the knowledgeable one. He is known also as At-Tayyib, the pure one. He also is known as Al-Askari. Yes, Imam Al-Hadi is known as Al-Askari. Why? Because he lived in this city, Samarra, which was the city of Askar. Askar in Arabic, a soldier. So he is known as Al-Askari because he lived in that particular city of Samarra. He is also known as An-Najib, titles which he was given, An-Najib, the intelligent one. Imam Al-Hadi alayhi salam had all these Al-Qab or given names. Now, when we look at his life, we come to know that he, alhamdulillah, he was given a long time in this world for his imama. His imama was for 34 years. If you look at the imams of Ahlul Bayt alayhi salam in terms of their time as imams, then you come to know that the imam who had the longest period of a time as imama, as imam, and his imamat was for the longest period was Imam Al-Kadhim alayhi salam. Imam Al-Kadhim was imam for 35 years. Then, of course, Imam Sajjad alayhi salam was the imam for 34 years. And another imam who had 34 years as imam was Imam Al-Hadi. So Imam, and also Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. So Imam Al-Kadhim, 35 years of imama, 34 is Imam Sajjad, 34 Imam al-Sadiq alayhi salam, 34 Imam Al-Hadi alayhi salam. And then of course you go to Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, who was the imam for 29 years. So now when you look at the time of Imam Al-Hadi, 34 years, these years were spent under the leadership of the tyrant leader Al-Mutawakkil, and most of the time he couldn't practice whatever he believed, and he couldn't preach with people freely because most of the time he was under house arrest, under the watch of the government. But even though Imam alayhi salam produced some of the lessons today, inshallah, we are going to look at them in order for us to remind one another about these important lessons which we learn when we talk about social justice. We see social justice when we want to return to justice. We see the justice and not only social studies, social lessons, justice of Imam alayhi salam. We see that with the life of Imam alayhi salam as we are going to read. Since Imam was brought from Medina to Samarra by Al-Mutawakkil's order, Imam alayhi salam was kept under
watch of the government, as we have said. There were many times when Imam alayhi salam was summoned and he was near al-Mutawakkil. And sometimes Imam alayhi salam would be placed in a very difficult, awkward position in terms of him not to know what to say, because it is insult. It was an insult for him. But at the same time, he wanted to give a right message to the followers and the people who could hear the message, because sometimes it's very important for us to mention this. When you talk to people, it's not only the person you talk to you need to look at, but there are other people who may be surrounding the person you are talking to, or they listen to the person you are talking to. Your words are very important. So you shouldn't only focus on the person you talk to, but you need to send a message to those who are around him or the people who will hear the message. And for us to have the information from Imam Al-Hadi alayhi salam, it's because of messages like this. He didn't focus only to talk at Mutawakkil, but also the message was sent to us and those who could listen to that message. Al-Mutawakkil al-Abbasi one time brought Imam Al-Hadi alayhi salam near him. And he said, sit near me. And Imam alayhi salam didn't want that, but he was forced to sit near him. When you sit near these tyrants, sometimes they may drink alcohol, they may do other funny stuff. So you don't want to be put in that difficult situation. But Imam alayhi salam was forced. He was majbur. So he sat there. When he was sitting there, Al-Mutawakkil said to him, I want you to recite a poem for me. I want you to recite a poem for me. This point is a difficult one. Imam, who needs to be the honored, he is asked and forced to honor the person who is not supposed to be honored. How can you compare between Imam Al-Hadi alayhi salam and Mutawakkil? There's no any comparison whatsoever. But Imam alayhi salam decided, okay, I will say the poem. You want me to say a poem? Listen to what I will have to say. And it is here he wrote these lines, which are very, very, very nice, important for us to take them as a lesson. He said, Batu ala qulalil ajbali tahrusuhum. Ghalab ar-rijal falan tamfa'uhumul ghulal. واستنزلوا بعد عز من معاقلهم واسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاساور والتيجان والحلل اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا سبحان الله. Imam alayhi salam says, look at these people. He's talking now to people. He says, yeah, read a poem for me. Yeah? Listen to what Imam alayhi salam says. He says, And I will paraphrase here. He says that they stayed in this world. Some people stayed in this world. And when they stayed in this world, they used to have people, soldiers to guard them, bodyguards, yeah, they used to have. And when their time came, these bodyguards and people who used to protect them, they didn't benefit them. They didn't help them. And from the places where they were honored, they were moved to a small place, which is the Qabr, and their bodies were placed there. Yeah, from where they were honored, respected, guarded, they were brought down to this place now, which is known as Qabr. And they had a call inside the graves. Where are your gold,
your bangles, your necklaces, your whatever you used to use as embellishments, where are those? And where are those faces which people used to honor to think that they are, have been blessed? But today, and people wanted to visit them, there were many, many a star, many things to guard, many people to guard to stop others to visit them. There were many walls and veils to stop others to visit them. Where are those faces? He says, but today they are in their graves and no one is saying anything to them except that they are insects who are eating them. They lived in this world for quite a long time, enjoying eating nice food, whatever. But today, after eating quite a lot and whatever they enjoyed, the insects in the grave are enjoying their bodies. Where are those? Here, Imam alayhi salam, when he said these lines, these are shocking lines, especially in the courtyard of someone like Al-Mutawakkil, yeah, the tyrant and who has his guards. Now, Imam alayhi salam is reminding him in nice words of his poetic way. He says, remember, whatever you had, you will end up in the grave and nothing will benefit you. No, your soldiers, no, your bodyguards, no, nobody will benefit you. Not even the embellishments you used to have. Nothing will benefit you. You will be alone in this grave. And Imam alayhi salam is making this clear to Ma'amun. When Ma'amun heard this, he had to cry. And he cried a lot. Why? Because he was made to picture what would what will happen to him in his grave. And I think, yes, there is where he is, and he is facing his times there after he caused a lot of difficulties to Imam alayhi salam. When we look at Imam alayhi salam, we understand that he was from the line of Ahlul Bayt alayhi salam. And when we remember Ahlul Bayt alayhi salam, we know that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said clearly in the famous hadith, inni tarikun fikum al-thaqalain, aw inni mukhalifun fikum kitab Allahi wa itrati ahla bayti. I leave behind amongst you the book of Allah and my holy household, Ahlul Bayt. Imam al-Hadi was the leader of Ahlul Bayt at his time. Unfortunately, there are many people who do not honor Ahlul Bayt. They don't even recognize the position of Ahlul Bayt. Recently, I was watching one particular program which was done by one young so-called doctor from Egypt. A young man, very young. He is known as a doctor of PhD. And this so-called doctor of PhD, he was refuting the hadith of Thaqalain. We talk about Thaqalain, Itra Ahlul Bayt from Thaqalain, the second thicker, one is the book of Thaqalain Ahlul Bayt, Imam al-Hadith from them. This young man and some of these people, they reject the hadith of Thaqalain. They say this hadith is mentioned by Shias. They are the only one who are mentioning this hadith. Why? Because others are mentioning that the Holy Prophet left two things, the book of Allah and Sunnah. Wa sunnati. The book of Allah and my Sunnah. This hadith of Sunnah, number one, is not authentic. Number two, the hadith is not mentioned in the six books, which are known as the six books of a hadith. You cannot find this hadith there. Or at least the two, Sahih, Bukhari and Muslim, you cannot find this hadith. But the hadith of Thaqalain has been mentioned. I don't know why people are so blind. They don't see that which is has to be seen clearly, like hadith of Thaqalain. Is it because of bughdh of Ahlul Bayt alayhim wassalam? They have hatreds against Ahlul Bayt? Or is it because of ignorance? Okay, if someone is ignorant, doesn't know the mas'ala,
he can say, I don't know. Because when you say, I don't know, it means that you know half of knowledge, as Imam Ali alayhi salam says. لا أدري نصف العلم لأنك تدري أنك لا تدري. When you say, I don't know, it means that you know that you don't know. When you know that you don't know, that is half of knowledge, because you know you don't know. But for someone to come and say, I know, and then he doesn't know, and he refutes something which is clearly there, it can be available, it is available, and then he says it's not there. This is musibah, the biggest musibah is this. Because this person who is known as a doctor of PhD, he doesn't know that he doesn't know, that he doesn't know. So now that is a calamity, compound ignorance, the way they call it, jahlun murakkab. Imam al-Hadi, being the one of the Ahlul Bayt alayhi wasalam, and the hadith is very clear that it says that Rasulullah is leaving thaqalain to us. We need to hold on these two together in order for us not to be led astray. He knew that Ahlul Bayt will come to defend Islam. Imam al-Hadi defended Islam. Imam al-Hadi taught Islam. Imam al-Hadi made it very clear to us that if we follow Ahlul Bayt alayhi wasalam, we will get that success. Now, this young doctor in Egypt, I was shocked really to hear what he said. He said, how can Rasulullah even, you see, this is the biggest problem some people have. What did he say? How can Rasulullah say that I leave you my Ahlul Bayt, while Ahlul Bayt, they can die, and then once they are dead, we will not get any benefit out of them. See the ignorance here. Ahlul Bayt alayhim wassalam, they will be there, and of course, when they die, others from Ahlul Bayt will come. Until the time which we are in is the time of Imam al-Hujja, salamullahi alayhi. And they will come to teach us. And if you look at their lives, you can see that there was a treasure of knowledge. But ignorant people like this one, instead of saying, I don't know this mas'ala, that hadith of thaqalain exists, he goes to refute it without even doing a research. Subhanallah. This, for us, when we know we follow Ahlul Bayt alayhim wassalam, we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the ni'mah of wilaya, because this is a blessing. We know the rights of Ahlul Bayt alayhim wassalam. Now, when you look at what Imam Al-Hadi alayhi salam has given us from the treasure of Ahlul Bayt alayhim wassalam, look at, for example, one hadith. He says, Qala alayhi salam, Man ittaqa Allaha yuttaqa. Anyone who fears Allah, he will be feared. وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يُطَاعَ. And anyone who obeys Allah, he will be obeyed. وَمَنْ أَطَاعَ الْخَالِقَ لَمْ يُبَالِ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ. Anyone who obeys the Creator, Allah, he will not be bothered by anger of the creation, the anger of other people. وَمَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ. But a person who angers Allah, فَلْيَيْقَنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِ سَخَطُ الْمَخْلُوقِينَ. Let him know for sure that the anger of people will come to him. Subhanallah. This is Imam alayhi salam. So Imam alayhi salam is giving us from his treasure of Ahlul Bayt. We need to have taqwa of Allah. We need to obey Allah. We need to obey the Creator. We need not to anger Allah subhanahu wa ta'ala. Because if we anger Allah, the consequences will come to us. We understand Imam alayhi salam. He has taught us many, many other lessons which are so important for us. And it is these lessons we need to bring them into our lives in order for us to make sure we enjoy these lessons and practice them. One of the most important lessons is that where Imam alayhi salam says, and this is a practical lesson at the time of difficulties like now when people are faced with coronavirus.
Imam alayhi salam, Imam al-Hadi says, Al-musibatu lis-sabiri wahida wa lil-jazi'i ithnatan. Musiba, a calamity. Musiba, when you have tragic event. Musiba, when you lose a dear one. Musiba, when you lose your job. Musiba, when you are left alone. It's a musiba. Imam alayhi salam says, at the time of musiba, we need to be aware of what to do. So what will be our reaction at the time of musiba? Look at the lesson from Imam al-Hadi alayhi salam. He says, at the time of musiba, you need to have patience. Patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. As per the Holy Quran, give glad tidings to those people who have patience at the time of calamity. Give glad tidings to those people who have patience at the time of musiba. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, when they are afflicted by calamity musiba, قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. They say, we are from Allah and to him we shall return. So at the time of musiba, what can we do? Our reaction is to have patience. If we don't have patience, Imam alayhi salam says, if you have patience, your reward is one. If you don't have patience, if you have patience at the time of musiba, your calamity will be one. You lost one thing, that is your musiba. But if you don't have patience at the time of calamity, musiba, then you should know that your musiba is double musiba. It's a compounded musiba. You have lost what you have lost, and then you have lost the patience. Your musiba will be many. Now is the time when we know the whole world is affected by this coronavirus. There are some people who have lost their jobs. There are some people who don't know how can they be able to pay their mortgage. There are many who have many other issues. You need to gather the strength in order for you to make sure you use your intellect to make you be able to pass the calamity. Because if you lose it, then your masaib will be many. And it is here we need to remember our aspiration should be to return to the teachings of Ahlul Bayt alayhim wassalam. And because Ahlul Bayt alayhim wassalam, they had the voice to give us the knowledge, and it is our right to have that voice from Ahlul Bayt and to convey the message to other people. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala on the day when we celebrate the wilada of Imam al-Hadi alayhi salam, Ya Allah, increase us in knowledge. Ya Allah, remove the calamities of people who are facing difficulties and masaib. Those brothers and sisters who are not well, and I have few names, Mu'minin and Mu'minat have given them to me. I ask you humbly, oh dear brothers and sisters, pray to those who are not well. Some are at the hospitals. Ya Allah, cure them, make them get the quick recovery, Ya Allah. And those who have passed away, marhumin, and the names we have, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make them enter into his mercy, Ya Rabbal Alameen. Dear brothers and sisters, before we finish, I ask you to recite Suratul Mubarakatul Fatiha one times, and three Qul Huwallahu Ahad three times, but before that, Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.